السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كيف ما شفتوا في العنوان، انني غنقترح عليكم او لجيت لكم اخر ما كاين فساتين للمناسبات، فساتين محجبات. كيف ما كتشاهدوا معايا في هاد الفيديوهات هذه، اقترحت عليكم اخر ما كاين في فساتين، وكاين كذلك عبايات باللون الاسود للمناسبات، غتشوفوهم في التالي ديال الفيديو. كاين هاد الموديل، هذا كيجي شويه قصير كيف ما كتشاهدوا معايا، كيجي مجموع في بالحزام وفيه ديك التنبات في الكتف واحد الجهه. وكاين هاد الموديل، هذا كيجي كلوش واسع وطويل كيف ما كتشوفوا معايا. هادو كاملين موديلات تركيه. كاين هذا الموديل كذلك، حتى هو كيجي طويل، التصميم ديالو مختلف على اللي شفنا قبل. وكاين كذلك هذا الموديل، هذا حتى هو في الغوز. وكاين هذا الموديل كذلك ديال المناسبات، جات فيهم ديك الزواق على الصدر واحد الجهه وعلى الكتف. وكاين كذلك هذا الموديل، هذا في هاد اللوينات كيف ما كتشاهدوا معايا، كيجي انيق في اللبسه، شي حاجة كلاس كيف ما كتشاهدوا معايا. تلوينات كيلعبوا دور مهم في التصميم ديال الفستان. وكاين هذا الموديل كذلك، جا الحزام منبت بالحجيرات كيف ما كتشاهدوا معايا، واحد الجهة ديال الكتف كيجيو طوالين. وكاين هذه النوعية ديال الثوب كذلك ديال الساتان، فيها اللوينات وما كيجيش طويل كيف ما كتشاهدوا معايا، هادو كيجيو شويه قصارين. وكاين هذا الموديل، هذا في هاد اللوينات رمادي والماغو والاسود كذلك، جات الدوره ديال العنق والدوره ديال الكمام فيها جوهر. وكاين هذا الموديل في هاد اللوينات كيف ما كتشوفوا معايا، في هاد القرونه. وكاين في هاد الموديلات هادو كيف ما كتشاهدوا معايا رمادي، كل وحده على حسب الذوق ديالها، كل وحده الا بغات تفصل شي فستان وتاخد فكره كذلك. وكاين هاد الموديل، هذا حتى هو كيجي عامر ديال المناسبات، كيجي عامر بالجوهر على الصدر وعلى الكمام كيف ما كتشاهدوا معايا، تصميم مختلف، موديل مختلف على بقية الفيديو الموديلات اللي شفنا قبل. وكاين كذلك هاد الفستان اللي جا كامل منبت بالحجار، في هاد اللوينات هادو كيف ما كتشوفوا معايا، فيه الماعون الزيتي والأزرق والغوز. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا الاخضر او الزيتي. كيجيو منبتين كاملين على الصدر وعلى الكمام. وكاين فيهم لوينات اخرين كيف ما شفتوا معايا قبل، ازرق وغوز بيبي. وكاين هاد القرونه هادي كيف ما كتشوفوا، جا منبت على الصدر وعلى الكول، جا واقف كيف ما كتشوفوا هنايا في هذا الموديل. وكاين كذلك الاسود، سوا كيجي انيق في اللبسه، وكيف ما كتعرفوا بان الاسود ديما مطلوب، كيتماشى مع جميع الفصول. ودابا غنمروا
العبايات. فكان هذا اخر فيديو ديال الفساتين. دابا غنمروا العبايات. عفوا، كاين هذا الموديل هذا بالاسود النقري، جا كامل عامر بتنبات على الدوره ديال العبايه وعلى الكمام كيف ما كتشاهدوا معايا. هذا الموديل الثاني كيجي عامر بتنبات، وكاين كذلك هذا الموديل هذا، كاين هذا الماغون حتى هو جا كامل منبت، تصميم مختلف كيف ما كتشاهدوا معايا، جا على الشكل ديال الفستان وبالحزام، هو دو بياس. كاين هذا الموديل هذا حتى هو دو بياس، مخدوم اللون في اللون الاسود، جوهر في الاسود، وجاب الحزام كيف ما كتشوفوا، الحزام رقيق. كاين هذا الموديل هذا، هادو كيجيو هماويين في اللبسه ديالو ديال المناسبات. وكاين هذا الموديل كذلك، جا منبت على الحزام وعلى الكمام الدوره ديال الكم، تنبات العشوائي ب ليزيستراس، وجا كامل عامر من الظهر ديال العبايه. وكاين هذا الاخضر كيف ما كتشاهدوا معايا، حتى هو جا منبت كامل على الدوره ديال العبايه وعلى الدوره ديال الكم. وكاين كذلك الاسود في هذا الموديل هذا، هذا جا دو بياس. وكاين هاد الاسود كيف ما كتشاهدوا معايا، فيهم هاد اللوينات الموف، والاحمر، كاين زيتي، وكاين هاد الموديلات اللي غتشوفوا في هاد الصور، حتى هما موديلات فساتين تركية ديال المناسبات. مع هاد الصور نقول لكم مع السلامة، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش تخليو لي في التعاليق لينا فيديوهات اللي بغيتو تشوفو في القناة، وما تنساوناش كذلك باللايك ديالكم، منو كيطلع يعني المشاهدات كيطلع القناة، منو كتحفزونا دائما نقدمو لكم ديما الجديد فيما يخص الموضة. مع السلامة حبيبتي، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.